الدورة التأهيلية التي نظمتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب تشاد لـ60 من النساء الأرامل وأمهات الأيتام بهدف تدريبهن في مجال الحرف اليدوية وصناعات الخبز والحلويات بأنواعها المختلفة. وقد عبرنا النساء المشاركات عن فرحتهن بهذه الدورة. الندوة العالمية للشباب الإسلامي على هذا الإنجاز التي قدمته اتجاه أخواتنا الأيتام وأمهاتنا الأرامل. استفدنا من الناحية يعني العلمية، وأيضا الناحية الإنسانية تتدرب أفضل من أن دائما تمد يدك للناس. المدير العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب تشاد أوضح هو الآخر عن الهدف من إقامة الدورة التأهيلية للنساء الأرامل. سلسلة دورات التأهيلية التي تسعى الندوة من خلال برامجها أن تقدمها للأيتام وأمهاتهم. الدورة وإن كانت متخصصة لأمهات الأيتام، لكن كنا بعض الأسر المنتجة وأيضا بعض الأرامل وأيضا أبناء الأمهات الأيتام، أيضا أعتقد البنات تحديدا شاركنا في هذه الدورة، وإنما محاولة إيجاد أسرة متعففة ومنتجة تستطيع أن تقدم شيء. الجدير بالإشارة فإن المناسبة تخللتها توزيع سلات غذائية للمستحقات، بالإضافة إلى توزيع شهادات إفادة للمشاركات في هذه الدورة.